هو نادي بيلعب في الدوري، الدوري المرتبط اكيد بيحترم كل الانديه، لكن الفريق كبير، فريق الاهلي ادى مباراه جيده جدا جدا جدا. لكن خلينا سريعا عشان دلوقتي وقتنا سريعا جدا مع ناخد كابتن علي هاشم قبل لقاء الاهلي والصيد من صاله الاهلي. كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق كره السله سيدات، بنرحب بيك. كابتن خالد ازي حضرتك؟ الحمد لله. سريعا كابتن علي، لسه بقول ان شاكيله انان دخلت داخل الفريق وانت يعني الاداء متميز، انت بتشكر كل اللاعبين وشايف الاداء في دمج حصل في اللاعبين او اللاعبات في النادي الاهلي، عايزين نعرف راي حضرتك ايه. والله يا كابتن خالد احنا بدانا لعبنا دورتين هنا والدورتين لعبناهم في النادي. الحمد لله لحد دلوقتي ماشيين كويس. هايل. الحمد لله فرقه المرتبط كمان كسبت، بقى لنا 5 دقائق كسبنا 10 بونت. كويس. يعني الولاد عملوا جود جيم الثالث والرابع، كنا خسرانين 10 بونت وبعد كده عوضوا الحمد لله. فالجيم دلوقتي بس احنا طبعا يعني يعتبر تحصيل حاصل، خلاص احنا اول المجموعه، بس طبعا احنا يهمنا نكسب وهنشتغل نفس شغلنا اكنه جيم فاينل بالظبط. الماتشات اللي بعد كده اتحددت خلاص، هناخد 6 اكتوبر في دوري في دور ال 16. هايل. المفاجاه بقى اللي احنا هناخد سبورتنج بدري السنه دي في دور الثمانيه. المقابله بتاعت معاك في نادي سبورتنج في دور الثمانيه. بالظبط كده. طيب قول لي مباراه النهارده، استعديت لمباراه النهارده ازاي؟ نادي الصيد اكيد نادي بنحترم كل الفرق، واكيد ليك هدف النهارده وتارجت من مباراه الاهلي ونادي الصيد. انا لسه مخلص محاضره والله يا كابتن خالد دلوقتي. في فرقه الصيد فرقه محترمه جدا. فرقه ومدرب كويس قوي. الدكتور محمد حامد، عاملين على قد الامكانيات، عاملين جود جوب. عندهم تارجت برضه اللي هم يوصلوا الثمانيه. الدوري السنه دي مختلف، ان اي فرقه ممكن تكسب اي فكره، ان الاجانب كمان معليين الدوري جدا السنه دي. في ناس دعمت، الناس كلها دعمت، فالدوري السنه دي صعب جدا، ما حدش يقدر يجزم الدنيا رايحه فين ولا الدنيا رايحه لمين. يعني انت شايف ان دوري السنه دي دوري صعب او دوري قوي بسبب دخول الاجانب الى الى الفرق، يعني كل الفرق دعمت في المرحله اللي فاتت. كابتن علي كل امنيات طيبه ليك، كل يا رب باذن الله في المرحله الجايه باذن الله دايما نبارك لك ودايما متابعينك، وان شاء الله توفق في مباراه النهارده. ربنا يخليك يا كابتن خالد، دعواتك يا رب. شكرا كابتن علي.